بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الأعزاء، مساء الخير ومرحبا بكم من استديو المنصة الإعلامية الموحدة لكورونا. لم يصدر التقرير اليومي لوزارة الصحة بعد، لكن والحالات الكورونا في البلاد قد ناهزت 1000. نقدم إليكم الآن البروفيسور صديق تاور، عضو المجلس السيادي الانتقالي، ليقدم لكم تقريرا حول ما توصلت إليه لجنة الطوارئ الصحية العليا حول حالة الطوارئ الصحية وإعلان حظر التجول. شكرا جزيلا. مرحبا بروف صديق. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطنون الكرام، السلام عليكم وجمعة مباركة ورمضان كريم. أتلو عليكم بيان رقم 2 من اللجنة العليا للطوارئ الصحية. عكفت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها رقم 40 بتاريخ 7 مايو 2020 على تقييم الوضع الصحي العام بالبلاد جراء جائحة كورونا، من حيث انتشار الوباء وعدد الإصابات والوفيات وما ترتب ويترتب من مهددات صحية ومخاطر لا يمكن الاستهانة بها. وكذلك وقفت اللجنة على التدابير التي تم اتخاذها ومدى فاعليتها في احتواء الجائحة وآثارها على كافة الأصعدة. من الناحية الوبائية، فقد بلغت الإصابات خلال الفترة من منتصف مارس 2020 وحتى الآن حوالي 1000 إصابة، وتخطت الوفيات 50 حالة وفاة، نسأل الله لهم الرحمة جميعا، فيما تماثل للشفاء بحمد الله ما يقارب 100 حالة. وقد انحصرت الغالبية العظمى من الحالات في ولاية الخرطوم، بينما ظهرت حالات إصابة في 14 ولاية كلها بسبب وفود مصابين إليها من ولاية الخرطوم. من ناحية أخرى، لمست اللجنة من خلال تقاريرها اليومية تفهما من قطاعات واسعة جدا من المواطنين الكرام لموجهات وزارة الصحة في العاصمة والولايات، والتزام بالتدابير والاشتراطات التي وضعتها السلطات كافة للحد من تأثيرات هذه الجائحة. وهذا دليل وعي وشعور بالمسؤولية كبيرين، لأن مكافحة انتشار هذا الوباء هي مسؤولية تشاركية بين الدولة وما تقوم به من إجراءات، وبين المجتمع بمكوناته المختلفة وتفاعله الإيجابي مع ما يصدر من السلطات الرسمية. فالهدف هو في النهاية حماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم. اطمأنت اللجنة على توفر المواد الأساسية من دقيق خبز وغاز طبخ ووقود، وعلى استمرار توزيع المواد بأسعار مخفضة عبر برنامج من المنتج للمستهلك الذي تنفذه وزارة التجارة، وأيضا استمرار الدعم المباشر للأسر من وزارة التنمية الاجتماعية وولاية الخرطوم. لقد كشفت ظروف هذه الجائحة عن حقيقة معدن أبناء وبنات الشعب السوداني العظيم، وهم يتدافعون كل من موقعه لصد هذا الطوفان الكاسر في القوات النظامية وفي الإعلام وفي القطاع الخاص وفي لجان الأحياء ولجان المقاومة وفي الأجسام المهنية المختلفة وفي الغربة وفي المهجر، يرسمون لوحة وصفحة ناصعة من صفحات التلاحم والتدافع الذي هو امتداد لثورة ديسمبر المجيدة. وهنا لا بد من تحية خاصة لكل قوافل العاملين بالحقل الطبي في البلاد، حيث يعملون منذ المهلة الأولى في ظروف بالغة الصعوبة وتعرض لمخاطر حقيقية
دون أن يشتكوا أو يفتروا. لهم كل الاحترام والتقدير والثناء، وهم صامدون في الصفوف الأولى، لم تهن لهم عزيمة ولم تهتز لهم قناة، وقد اطمأنت اللجنة على توفر القدر الكافي من الألبسة الواقية للأطقم الطبية عليه. ومن خلال التقييم وبعد المراجعة، فإن اللجنة قد قررت ضرورة تجديد وتشديد إجراءات الحظر المعلن لولاية الخرطوم لمدة 10 أيام ابتداء من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020، مع التأكيد على أن ساعات السماح المقررة والمحددة سلفا من 6 وحتى 1 ظهرا هي للحركة الضرورية فقط داخل النطاق السكني، للحصول على الضروريات فقط داخل النطاق السكني، وليست للحركة خارج نطاق السكن أو لحركة المواصلات والمركبات الداخلية، مع الحرص على تجنب التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي ومراعاة الاشتراطات الصحية الأخرى. بالنسبة للولايات، يمنع السفر بين العاصمة والولايات أو بين الولايات بعضها البعض، مع ضرورة الالتزام بكل الموجهات المعلنة بخصوص الجائحة. كما يطلب من جميع الولايات إغلاق أي محلية تظهر فيها حالات مؤكدة إغلاقا شاملا لمدة 2 أسبوع على الأقل، واتخاذ التدابير الصحية التي تحتوي الجائحة في نطاقها الضيق. كما تؤكد اللجنة على أن المستشفيات تعمل على استقبال جميع الحالات المرضية بشكل طبيعي، وأنه ليس هناك إغلاق لأي مستشفى في السودان إلا بقرار من وزارة الصحة الاتحادية. أيضا لا بد من الالتزام بالموجهات المتعلقة بدور العبادة من مساجد وكنائس، والالتزام بعدم إقامة صلوات الجماعة بناء على التوجيهات الصحية ذات الصلة بالجائحة والحد من انتشارها، وعلى لجان المساجد والكنائس تحمل مسؤولياتها في ذلك حماية للعباد من التعرض للأذى والتهلكة. بالنسبة للعالقين، فإن اللجنة تقدر الضيق الذي تعرضوا له خلال الفترة الماضية لأسباب مفهومة ومعلومة للجميع بالطبع، وقد شرعت اللجنة في الإجراءات التي تسمح بعودتهم لبلدهم من حصر وتصنيف وتجهيز وتجهيزات لوجستية وطبية، وهو عمل ليس بالهين، خاصة إذا قدرنا العدد الكبير الذي ينتظر الخدمة والرعاية ويطلب ويتطلب تضافر وتعاون الجميع في ذلك. أخيرا، تؤكد اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن المخرج الوحيد من هذه الحالة التي فرضت نفسها على كل العالم وبالتجربة هو في الالتزام الصارم من الجميع بالاشتراطات الصحية والتعامل المسؤول مع الموجهات للحد من انتشار الوباء وتقليل الإصابات والوفيات، حيث لا يوجد لقاح ولا دواء حتى الآن على مستوى العالم. السلام عليكم ورحمة الله.